قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والمسح على صورة الخنزير يفيدنا بأن الخنزير محرم، وتحريم الخنزير ثابت في الكتاب وفي السنة. قال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وذكر اللحم من باب الغالب، وإن فإن جميع أعضاء وأجزاء الخنزير محرم.